في البداية طبعا احنا بنحب نقف دي احداد على روح الشهداء، لان احنا بنعتبر ان هم دول كانوا وقود الثورة بالنسبة لنا، وبنؤكد انه كل المجرمين من ضباط الشرطة قبل يوم 25 يناير وبعد يوم 25 يناير احنا مصرين ان هم يحاسبوا ويسألوا، واحنا بنحاول نساعد قوات الامن سواء الجيش او الشرطة في تعقب اماكنهم ومعرفة اماكنهم فين، بحيث ان احنا نقدمهم في العدالة في اسرع وقت. أما هؤلاء فأسر المغدورين الذين قتلوا في خضم ثورة 25 من يناير، فقد اجتمعوا وسط مدينة الإسكندرية لتنسيق مواقفهم أيضا، وأكد بعضهم للجزيرة أنهم لن يفرطوا في دماء أبنائهم. طلباتي محاكمة من أول رئيس الجمهورية العدلي لقيادات الأمن المركزي ضابط مباحث اسم المنتزه اللي سبب في موته يتعاقب طبعا نفس عقابه، نفس زي ما هو زي ما موته يموت بنفس الموت اللي هو موتها له.